بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، يعني بعد 10 سنين من البعثة، نعم، وقبل الهجرة ب3 سنين، نعم، لقينا نبي صلى الله عليه وسلم من أجوم 50 سنة من طوب في طوبة الله سبحانه وتعالى تنتين أتفوجي رسول đọc ném hay nên môn bên hijrah tàu can mà đi nè phải dẹp bên bay ném أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المكة من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين. نبي صلى الله عليه وسلم طوبان كي أوي تبو دمنا بيلجوك في مكة تو كان بيت المقدس نو فلسطين. وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء السابعة. نبي صلى الله عليه وسلم كتروبان كي نوم لاب جنبي بيت المقدس نو فلسطين تو كان ميت بي برمبي. وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. نبي صلى الله عليه وسلم كتروبان كي أوي دم لاي من لك دم كان ريكو كي بان فول أو دقوت كلمه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بانجيه جيبون القرآن. رأى بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نبي بانجوب نبانجين نو بندام بندام نبي. فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس. الله سبحانه وتعالى ريكا كمان جنا كتاب بكيت مولي نبي صلى الله عليه وسلم أو سبه يعني خمس صلوات. هي 5 في العدد و 50 في الأجر. في سماهية نو من جمنون برام كبان تاي بحلا ربي كسما دن 50 سما دن 50 سماهية. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حدث الناس بأنه في ليلة واحدة ذهب من مكة إلى بيت المقدس ورجع، قال لهم هذا، لم يقل لهم أنه صعد إلى السماء السابعة فكذبوه. لو بيد النبي صلى الله عليه وسلم طلب مكوين بوء مكة كمان نوم كنين دي أم بي نبي ريكا أم بي كان فوضم نار بحق نبي صلى الله عليه وسلم بي مكة تو كان بيت المقدس نوم بيل جوك هاي طلب مكوين دعوة بوء كي من بان دي هاي نبي صلى الله عليه وسلم لا كل مين نكتي هاي بوء كي نبي نوم كي بان بحي سايت من جو. وارتد بعض من أسلم عندما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عافية والسلام. نأجل إسلام مجمون نبين بان لن فرمين في نبي صلى الله عليه وسلم بان جنك في إسلام طويل. ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه. وقريش كفار مكة كمان تجوب أبي بكر رضي الله عنه. وقالوا له أوكي كمان يجي كان نحن نضرب أكباد الإبل، يعني نركب على الإبل ونشق المسافة في شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ذهب ورجع في ليلة. أوكي بان يجي برام أبو بكر ها بو يين تفو دمنا بي مكة تو كان بيت المقدس تو جي أو رد فو دمنا دو جيم جمليك رو كوي باو جمليك نن رجع بين موي خان أي لو نبي صلى الله عليه وسلم نن بان فو كان بان فو دمنا بي مكة تو كان بيت المقدس نن رجع بين تاي مو جم. قال أبو بكر رضي الله عنه أهو قال هذا؟ أبو بكر نبي دلوا ربيب نوح قد قبان سوى تبين ها تا نبي صلى الله عليه وسلم قد كي نجير إن جنگ مان. قالوا نعم. أوكي قبان شلائن ها مان ها قد قد جبان نجير. قال لو قالها لصدق، يعني إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق. رسن با نبي صلى الله عليه وسلم رقا بسن جي قد قد جبان نجير جنگ مان ويكو جي قبان. من هذا اليوم سمي لقب أبو بكر رضي الله عنه بالصديق. Tang pi pe lu mo min nei tha tang pi thngai lu mo Abu Bakar radhiyallahu anhu trou ban ki dak oi chmuo tha As-Siddiq